اجوهج بالله يم عقاب تعلميني بالسالفة. ليه ابو عقاب يطلع من ديرتي وما يعلمني؟ حلفتني يمين ما ببعده يمين. ابو عقاب انهزم، خاف من الغدر. خاف من الغدر؟ ايه يا ابو فندي، مرنمر كتب قصيد وصاني اوصله لك. قصيد؟ يا نمر قم واكتب تحايا مس كفاح. للموح عز الجار يا نمر وديه، حقا الزوم الجار مثل الياراح، اليا شاف من غير حلالات يطريه. لولا ابو فندي قيمة البدو تنباح، كنز الشرف والجود عواد حاويه. فنيار الكل الفضايل ومصباح، بيت الكرم للضيف او جاره معنيه. اشهد شهادة عند طلعات الارواح، عواد ان بيت الشعر يفتخر بيه. ذبحتني يا ابو عقاب، ملعون انك عز الجار وعز الرفيج. هو وين راح يوم عقاب؟ لقيت انه رجع لديرته. اسمعي يا خيه، ترى انتي وولدك معززين مكرمين بالديره، ونودك ترجع لديرتك، ترى رجعك.